بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله اخترنا لكم نموذجا لاختبار الفصل الأول في ميدان المادة وتحولاتها للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، وأتمنى في البداية أن تستفيدوا من المادة التي نزودكم بها. إذن فبدون إطالة مع الوضعية الأولى، يقول: التركيب المقابل يمثل تجربة التحليل الكهربائي للماء. ألف، حدد في جدول، أو واحد الفقرة الأولى، حدد في جدول ألف الجملة الكيميائية قبل التحول بالأفراد الكيميائية وبالأنواع الكيميائية، ب الجملة الكيميائية بعد التحول بالأفراد الكيميائية والأنواع الكيميائية. الفقرة الثانية: نمذج هذا التحول إلى تفاعل كيميائي. وثالثا: كيف نكشف عن النواتج. إذن فبدون إطالة مع معالجة هذه الوضعية، إذن مكونات الجملة، يعني الفرعين ألف وباء للفقرة الأولى، أجبنا عنهما معا في هذا الجدول. إذن مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول، الأنواع الكيميائية، الأفراد الكيميائية، ثم مكونات الجملة بعد التحول أيضا بالأنواع الكيميائية والأفراد الكيميائية، ثم معادلة التحول أو معادلة التفكك. إذن فمكونات الجملة الكيميائية قبل التحول، الأنواع الكيميائية هي الماء. إذن الجملة مكونة من نوع واحد وهو الماء. أما بعد التحول فهي مكونة من نوعين كيميائيين. الجملة الكيميائية مكونة من نوعين كيميائيين، هما غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. الآن الأفراد الكيميائية لهذه الأنواع: الماء صيغته الكيميائية H2O، غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. الهيدروجين صيغته الكيميائية H2 والأكسجين O2. لنكتب معادلة التفكك كما هو مبين، أي كل جزيئين من الماء يتفككان ويعطيان لنا جزيئين من الهيدروجين زائد جزيء من الأكسجين، أي 2H2O تتحول إلى 2H2 زائد O2. الفقرة التي تليها: كيف نكشف عن نواتج التحليل الكهربائي للماء؟ إذن فغاز الهيدروجين نكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب الذي جمع فيه الغاز، فتحدث فرقعة، مما يدل على أن هذا الغاز هو غاز الهيدروجين. أما غاز الأكسجين فنكشف عنه كذلك بإدخال عود ثقاب مشتعل يكاد ينطفئ في الأنبوب الذي جمع فيه الغاز، فيزداد توهجه أو يزداد وهجا. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول: نمذج كل تفاعل من التفاعلات التالية بمعادلة كيميائية، ثم وازنها مبرزا الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية. أولا: احتراق الزنك في الهواء ينتج أكسيد الزنك ZnO. إذن فمعادلته هي كالآتي: لدينا ذرتين من الزنك 2Zn في حالة صلبة، زائد O2 جزيء غاز الأكسجين يعطي لنا جزيئين من أكسيد الزنك 2ZnO في حالة صلبة. المعادلة الثانية أو التفاعل الثاني: احتراق غاز البوتان C4H10 في الهواء ينتج بخار الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون، وهذا هو الاحتراق التام الذي يكون بلهب أزرق. إذن فمعادلته هي كالآتي: جزيئين من أو كل جزيئين من غاز البوتان 2C4H10 يحتاجان إلى 13 جزيء من الأكسجين ليعطيان لنا 8 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون زائد 10 جزيئات من الماء. المعادلة الثالثة أو التفاعل الثالث:
تفاعل الحديد مع الكبريت ينتج كبريت الحديد. إذن الكبريت مادة صلبة والحديد مادة صلبة، Fe S صلب زائد S صلب يعطيان لنا FeS، يعني هذا العملية تحتاج إلى التسخين في معزل عن الأكسجين. عندما نسخن كمية كبريت متكافئة مع كمية حديد بمعزل عن الهواء ينتج لنا كبريت الحديد، وهو مادة رمادية صلبة متماسكة. نمر إلى الوضعية الإدماجية. يقول لوالد رياض سيارة قديمة تشتغل بالبنزين الذي صيغته سي 16-6 تنفث دخانا أسودا خلال سيرها يلوث البيئة ويزعج المارة. أولا، حسب رأيك ما الذي يجعل السيارة تنفث دخانا أسود؟ إذن فالذي يجعل السيارة تنفث دخان أسود هو نقصان أكسجين في تركيب المزيج الابتدائي، أي المزيج الذي يحترق، الذي يؤدي إلى احتراق تام، احتراق غير تام عفوا، يعني حينما يكون الأكسجين ناقص في تركيب المزيج سيكون الاحتراق غير تام. السؤال الثاني، اقترح حلا يخلصه من هذا المشكل. إذا فالحل الذي يخلصه من هذا المشكل يتمثل في تنظيف فتحات التهوية الخاصة بتدفق الهواء إلى غرفة الاحتراق، وبالأخص هنا كذلك تنظيف المصفات، مصفات الهواء. اثنين، استبدال صنابير تدفق الوقود قد تكون مستهلكة أو متآكلة فينبغي استبدالها. ما هو العامل المدروس في هذا التحول؟ مثل ما ذكرنا، العامل المدروس في هذا التحول هو تركيب المزيج الابتدائي. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بعد إصلاح الخلل أو المشكل. إذن فمعادلة الاحتراق بعد إصلاح الخلل، أي احتراق البنزين في الأكسجين أو الهواء، يتم وفق هذه المعادلة. كل جزيئين من البنزين 2C6H6، كل جزيئين من البنزين يحتاجان إلى 15 جزيء من الأكسجين ليحدث الاحتراق التام، وينتج عن ذلك 6 جزيئات من الماء زائد 12 جزيء من ثنائي أكسيد الكربون. إذن 2C6H6 زائد 15O2 يعطي 6H2O زائد 12CO2. قال في السؤال الأخير، ما هي النصائح التي تقدمها لأصحاب السيارات لحماية البيئة من التلوث؟ إذن فمن بين النصائح المقدمة لسائقي السيارات من أجل المحافظة على البيئة لدينا، أولا القيام بالصيانة الدورية والمراقبة المنتظمة. ثانيا، استبدال قطع الغيار المستهلكة. وثالثا، التقليل من استعمال المركبات لغير ضرورة. رابعا، استعمال الوقود الأقل ضررا للبيئة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.